جدد الثقة في الجهاز الفني لفريق كرة اليد للسيدات بقيادة المدير الفني الكابتن قاسم إبراهيم، واللي نجح في تحقيق نتائج جيدة لكرة اليد للسيدات في الزمالك بعد تراجع لسنوات طويلة. فريق كرة اليد للسيدات الأول في الزمالك كان ملجي لمدة 19 سنة، والمجلس الحالي رجع الفريق من جديد بلاعبين صغيرين في السن مواليد 2000 و2002، وحققوا الصراحة نتائج كويسة في الموسم الأول لعودة الفريق، واللي بدأ يستعيد توازنه ويرجع للصورة من جديد في منافسة مع الأهلي والطيران وسبورتنج وكمان نادي الشمس. تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة الكابتن قاسم إبراهيم بعد النجاح اللي اتحقق في الموسم الأخير أمر طبيعي ومنطقي جدا، وأكيد لما بنتكلم عن كرة اليد في نادي الزمالك بيجي على طول في تفكيرنا فريق اليد للرجال، واللي هو فريق مرعب في مصر وأفريقيا، وأهم عناصر منتخبنا الأول بتكون من خلال نادي الزمالك وطبعا النادي الأهلي والمحترفين، ولكن قوام كبير جدا من نادي الزمالك للرجال من قوام منتخبنا الأول لكرة اليد. فبنأمل إن احنا نشوف التطور ده كمان بيحصل على صعيد السيدات، علشان الملف اللي فتحناه وكنا بنطالب بيه ان يتم انشاء منتخب اول للسيدات كمان في منتخب مصر ويمثلوا مصر ويسافروا ويلعبوا بطولات، دي حاجه برده كمان مهمه بنامل ان احنا نشوفها في الفترات اللي جايه، فيكون في دعم بقى لصفوف السيدات في اليد، واكيد من اول الانديه دي اللي هنكون مندعمهم نادي الزمالك علشان نشوف لاعبين جدد بيصعدوا، وبنتكلم على 2000 و2002 فلاعيبه سنهم صغير، يتم بقى يعني الاهتمام بيهم ويتم معسكرات جيده ليهم ويتمرنوا بالشكل الجيد. واعتقد ان احنا كمان من خلال تواجد منتخبنا الاول ومنتخب الشباب والناشئين فاحنا فاهمين وعلى درايه كامله ايه المنظومه الصحيحه اللي نخلق من خلالها فريق للسيدات قوي وجيد، لان احنا عندنا اوريدي يعني مرجع نبص له وهو منتخبنا، والاتحاد اعتقد لليد عارف كويس جدا هو بيعمل ايه، والشغل مميز على مدار سنوات وعلى مدار اتحادات بتتغير، ولكن النتائج ثابته والاستعدادات اكيد في الفتره اللي جايه هتكون مهمه جدا ان احنا نشوف كمان يعني استضافه مصر مونديال 2021 من الامور المهمه جدا خلال الفتره اللي جايه عشان برضو نعرف